كل من يعاني من عدم الانتظام في النوم أو قلة النوم يجب أن يعلم بأن هذا سيسبب له الأرق، الاكتئاب، التوتر، القلق، خطر ارتفاع ضغط الدم، انخفاض الطاقة، الضعف، المرض، عافانا الله وإياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم ليلى للوصفات الطبيعية. أتمنى أن يكون الجميع بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. وصفة ممتازة جدا جدا لكل من يعاني من قلة النوم، اضطرابات وصعوبة في النوم، عدم الانتظام في النوم. وصفة صحية رائعة مجربة، بمجرد تناولها قبل النوم ستقضين ليلة نوم هادئة جدا بإذن الله. ولمن يهمه الأمر سأترك لكم رابط وصفة الاضطراب والقلق والتوتر، لديها عدة سنوات منذ أن قدمتها لكم ولاقت نجاح لكل من جربها والحمد لله. سأترك لكم الرابط في أول تعليق أو التعليق المثبت بإذن الله. وقبل أن أمر إلى هذه الوصفة أدعوكم حبيباتي الغاليات للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ودعم هذا الفيديو بلايك ومشاركته مع الأصدقاء، وشكرا لكم وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي. ولعمل هذه الوصفة نحتاج إلى حبة موز متوسطة الحجم، نغسلها جيدا لنضمن أن القشر ليس معبأ بعناصر كيميائية ومبيدات، ثم نزيل الأطراف ونقطع الموز إلى قطع صغيرة بقشرها، لأن الموز يحتوي على حمض أميني ضروري للجسم والذي يجعلك تشعرين بالنعاس. نأخذ كسرول ونضع فيه قطع الموز ونضيف إليه كوبين كبيرين من الماء. والموز بصفة عامة علاج وله العديد من الفوائد الصحية، خصوصا قشر الموز أو قشور الموز، فهي محملة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهذه العناصر تعمل معا على تحقيق استرخاء العضلات. والمغنيسيوم يعد واحد من أفضل المعادن اللازمة لاسترخاء الجسم. بعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من الدارسين أو القرفة ونترك هذا الإناء على نار هادئة جدا مدة 10 دقائق. فكل من يعاني من عدم الانتظام في النوم أو قلة النوم يجب أن يعلم بأن هذا سيسبب له الأرق، الاكتئاب، التوتر، القلق، خطر ارتفاع ضغط الدم، انخفاض الطاقة، الضعف، المرض، عافانا الله وإياكم. لذلك أنصحكم باستخدام هذه الوصفة الرائعة، ستنفعكم بإذن الله لعلاج هذه المشكلة. بالنسبة لطريقة الاستخدام، نأخذ مغلل موز والقرفة نصفيه ونحتفظ به في الثلاجة. أما بالنسبة للموز يمكنك تناوله كما يمكنك الاستغناء عنه، ولك الاختيار. بالنسبة لطريقة الاستخدام، كل يوم قبل النوم نأخذ كوب ونقوم بتدفئته قليلا ويشرب. نستمر على هذه الوصفة حتى نتخلص نهائيا من هذه المشكلة بإذن الله. وفي الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، في أمان الله.